شو رؤوف؟ ما خلصت اليوغا تبعك؟ يعني لسه شوي سيدنا. اجاك مسج سيدنا. ابو بطيخ عم بذكرني بانه صارت الساعة 12. ما شاء الله. ورقم ذهابي كمان. 059-45. أحلى من رقمي والله. ألو، كيفك؟ جاني اتصال مسج من هذا الرقم. 059-45. شوف لي على مين. شكرا. سيد أبو نبال، هذه صارت عندي وراح أبعث لك إياها وين ما بدك، بس إذا بتغدر. أبو نبال ما بيغدر، بس توصلني هديتي بيوصلك الشاب اللي معه. وين بتحب أبعث لك إياها؟ انتظر مني الأوامر، أنا بقول لك كيف تتحرك. شو قال؟